مساء الخير يا فندم. ايه الملاحظات اللي حضراتكم رصدتوها في غرفة عمليات حزب الوفد واللي بتثير قلق بالنسبة لحضراتكم؟ هو طبعا المال السياسي مازال موجود بقوة برضه في الشارع. الظاهرة بقى اللي تستحق الدراسة الإقبال الغير عادي من الناخبين على إن هم يقبلوا رشوة نسبية. يعني دي حاجة عايزة دراسة فعلا. كل المخالفات الانتخابية موجودة في المرحلة الثانية برضه أكثر من المرحلة الأولى. مش شايفين دور اللجنة العليا للانتخابات نهائي. اللجنة العليا للانتخابات تقريبا ما شافش حاجة. سير العملية الانتخابية كله بالكامل تحس إن في حاجة غلط. مش عارفين الموضوع يعني حضرتك بتقول مش مسألة المال والرشاوى الانتخابية، مسألة الإقبال الشديد من الناخبين عن على مسألة الأموال وتلقي الأموال. دي ظاهرة عايزة دراسة فعلا يعني. طبعا ظاهرة برضه أصلها بورصة وسوق يعني في عرض وطلب. فتتوقع مع هم حاليا بيسموا نقطة التجمع بتاعة الناخبين سوق والناخبين زبائن. يعني طبعا هل في رصدتوا اطراء يعني هل مثلا انتوا حزب الوفد عندكم بعض المرشحين، هل مثلا المستقلين هم اللي بينفقوا بشكل كبير؟ هل في احزاب بعينها طبعا دون الافصاح عن اسم هذه الاحزاب؟ هي في احزاب وفي مستقلين طبعا. في احزاب، في حزب بيصرف مبالغ رهيبه وفي مستقلين اكيد يعني. لكن الظاهره برضو اللي هي يعني كانت موجوده في المرحله الثانيه ومش موجوده في المرحله الاولى اللي هي شبهه التصويت الطائفي. ده كلام بقى نقف قدامه لان ده كلام مهم. دي موجوده في المرحله الثانيه ظاهره بقوه قوي. ممكن بقى نرجعها لكل عدد الناخبين توجيهات حاجات زي كده، دي برضو مش باينه. بس طيب نفسر المساله شويه. ما اسميته حضرتك وانا هستخدم التعبير لانه تعبير جيد ودقيق، شبهة التصويت الطائفي. هنا بقى دفع الاقباط للنزول ولا دفع الاقباط للتصويت لشخصيات قبطية او شخصيات بعينها؟ الشخصيات بعينها. انا لاحظت ان في انا برضه هقول شبهة التوجيه لشخصيات. الاول كانت شبهة التوجيه بتتوجه لكيان سياسي او حزب. دلوقتي لا، ده احنا بقينا نلاحظ ان الناس معينه يعني اختيارات معينه. فدي حاجه خطيره برضو، المفروض يعني نقف عندها شويه ونشوف ايه الموضوع ده ماشي ازاي. هل ده رصدتوه في محافظات بعينها، دوائر بعينها، ولا دي ملاحظه عامه؟ موجود في كل المحافظات وبالذات في القاهره موجود كامل. بالذات فين يا فندم؟ واضحه موجود في كل المحافظات وفي القاهره واضح جدا. وبعدين ده حاجه كل الناس لمساها. كل الناس شايفاها بصراحه يعني. طيب انا بشكرك استاذ. موضوع صعب وموضوع عايز دراسه فعلا يعني. بالتاكيد انا بشكرك استاذ ممدوح رياض رئيس غرفه عمليات حزب الوفد. والوفد يمكن ده يكون العنوان اللي هناخده، الوفد يشكو من مساله وجود شبهه تصويت طائفي. والحقيقه دي مساله ما اعرفش، انا اول مره اسمع التوصيف ده النهارده في الانتخابات. بالعكس بس بالمناسبه انا جالي في الاسبوع اللي فات مداخله وعكسها. يعني جات لي سيده قالت لي انا رحت الكنيسه فقالوا لي روحي صوتي لفلان، قلت لهم انا جايه اصلي مش جايه تقولوا لي اصوت لي. اتصلت بيا سيده بعدها للمهنيه والموضوعيه قالت لي الكلام ده غير صحيح ومحدش قال لنا لا نصوت لمين ولا فين. لكن احنا عندنا ملاحظه بيقولها حزب كبير زي حزب الوفد الان بيقول ان عنده مشكلات تتعلق بما بدا انه تصويت طائفي. بصي استاذ رشا، هو من اول الانتخابات وكان واضح ان في ملمح ايجابي في الانتخابات دي اسمه الاقباط، مشاركه الاقباط انتخابا وترشيحا. مظبوط. ثم دخولهم جولات الاعاده بارقام غير مسبوقه وفي المرحلتين، وحتى في المرحله في الاعاده في المرحله الثانيه. صحيح. وبالعكس، والاهتمام بانه يكون في اقباط في ترشيحات الاحزاب. بالتأكيد. كمان واضح انه فدي كانت ملمح ايجابي. هنا بنسمع كلام جديد. انا الحقيقه ما هقدرش اعلق عليه غير لما اشوف النتائج. بمعنى ايه؟ لما نشوف الدايره دي كان فيها كم مرشح في الاعاده وكم منهم قبطي وكم منهم مسلم، رغم انه ده ما يجوزش، انما خلينا نقول كده يعني. وهل حصل انه فعلا في حصل تكتل انتخابي على اساس طائفي ولا لا؟ هنا نبتدي. لا على فكره، ما هو برضو اذا يعني ما صح السيناريو الخاص بالتصويت الطائفي، ممكن التصويت الطائفي ما يكونش لشخص قبطي.
يعني ممكن يكون شخص مفيد توجيه لشخص معين او حزب معين بعينه او كده يعني. ويكونوا الناس نازلين يحشدوا ناخبيهم على اساس الديانه. تعالى احنا المسلمين الحقنا الاقباط هينجحوا او الاقباط الحقوا المسلمين، وده انا اشك كثيرا. خليني اقول لك على حاجه، الشيء بالشيء يذكر يعني بمناسبه الكلام ده. انت عارف حضرتك المراه اللي في كلام على ده انا مش بطلع من الموضوع بس عشان هاخد وقعه في موضوع المراه نتكلم فيها هنا على موضوع الاسباب في حاجات زي كده. المراه ترشيحاتها في القوائم واخده على وجه التحديد 56 مقعد من ال 120 مقعد. اوكي ده رقم على فكره يا جماعه، دي حصتها دي حصتها. اوكي طيب في الفرد نجح لها قد ايه في المرحله الاولى؟ الثانيه لسه خمسة. طيب معنى كده ان الدوله لما عملت القوائم ادت للمراه 48% من عدد مقاعد القوائم، نسبه مقاربه لعدد الناخبات 49.5%. دي الدوله عملت كده. المجتمع لما جه ينتخب المراه انتخب خمسه بس من 226 مقعد في المرحله الاولى. يعني ايه ادى المراه اقل من 1%؟ مشكله مجتمع. بس على فكره يا استاذ حازم ده تطور برضو، احنا كان زمان عندنا المراه ما بتترشحش بتعين، فكون ست اولا كمرشحات يخوضوا العمليه دي ملمح ايجابي، ثانيا ان يخدم المجتمع على ترشيح حتى لو خمسه. احنا كنا فين وبقينا فين؟ خليني اقول لك حاجه، سنه 79 كان في نظام القايمه للمراه. اوكي 30 مقعد. طب ممكن نأجل موضوع المداخلة دي. المستشار محمد عبده صالح المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاء معنا على الهاتف. مساء الخير سيادة المستشار. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني ما يبدو حتى الآن من جولة الإعادة أن معدلات التصويت تبدو من متوسطة إلى منخفضة. وفقا لتقارير غرفة عمليات نادي القضاء، الأحوال إيه على الأرض؟ لا والله النسبه دي اتحددها اللجنه العليا للانتخابات، وكمان ما نقدرش ان احنا نحسبها من دلوقتي، يعني هي بكره مع نهايه العمليه الانتخابيه بكره هتتحدد فيها نسبه المشاركه يعني. لكن مش من النهارده نقدر نحددها يعني. طيب ربما تكون السؤال اللي دايما بيطرح في كل الجولات ما يتعلق بمساله الرشا الانتخابيه، واحنا امام مشكله حقيقيه لان القاضي او المستشار المشرف على اللجنه هو موجود داخل اللجنه، وهذه التجاوزات لا تتم داخل اللجان ولكنها تتم في محيط اللجان أو على بعد مسافات معينة من هذه اللجان، لكن ضبط المسألة برضو يظل مسألة مهمة. لا والله هي اللجنة العليا للانتخابات طبعا اختصاص القاضي، القاضي داخل لجنته، خارج اللجنة دي من اختصاص الشرطة والقوات المسلحة، لكن اللجنة العليا للانتخابات عملت حاجة كويسة جدا في الجولة في المرحلة الثانية من الانتخابات، انها في خلت مراقب قضائي بيلف بيبقى في كل لجنة عامة بيلف على اللجان الفرعية التابعة ليها، ولو شاهد او شاف اي حاجة فيها خرق للعملية الانتخابية بيكلف الضباط المتواجدين بضبطها، سواء كانت رشاوى بقى انتخابية او اعلانات لمرشحين، كل ده بيقوم بضبطه واعداد مذكرة بذلك. اما اصل ده على ارض الواقع في رشاوى انتخابيه، انا اعتقد ان عندكم حاله النهارده كمان في ناخب راح قال للمستشار المشرف على اللجنه انا ادليت بصوتي، فين بقى ثمن الصوت؟ زي ما حصل في دايره في دار السلام في المرحله الثانيه ايضا. يعني هي دي طبعا بتبقى اختصاص اصيل بالشرطه والقوات المسلحه انها تضبط اي مخالفه انتخابيه، بالاضافه لكده اللي عملته اللجنه العليا للانتخابات انها خلت في قاضي بيلف على اللجان الفرعيه المراقب ده لجنه عامه كمراقب وبيشاهد اي تجاوزات انتخابيه بيتم ضبطها. طيب في مساله بتهمنا بالطبع هي مساله تامين القضاه، لان احنا الحقيقه يعني القضاه تحيه كبيره ليهم بيقوموا بدور مهم جدا، مساله تامينهم مساله في غايه الاهميه، هل في اجراءات جديده في المرحله في مرحله الاعاده لمساله التامين؟ لا هي ذات الاجراءات الامنيه، وطبعا احنا بنشيد بدور القوات المسلحه والشرطه في عمليه التامين، لكن حضرتك عارفه الحادثه اللي حصلت في العريش العريش وفقدنا فيها زمايلنا من القضاء رحمهم الله، وكان فيها بعض الضباط والمذنبين، وطبعا احنا بننهي شهداء الوطن كلهم، فالمفروض ان المره دي ان يبقى في تامين فعال ويبقى سابق يبقى استباقي لاي عمليات تحدث من هذا النوع ويستمر حتى انتهاء العمليه الانتخابيه تماما، مش اغلاق اللجان فقط
يعني لا طبعا، وهو ده يعني حتى وصول انتهاء العمليه الانتخابيه بالكامل، سواء في اللجنه الفرعيه او في اللجنه اللجان العامه، ووصول القضاء الى محل اقامته. التقارير القادمه من اللجان في شمال سيناء تبدو مطمئنه لحضراتكم في غرفه عمليات نادي القضاء؟ والله احنا متابعين من منذ الصباح رؤساء المحاكم الابتدائيه هناك ورئيس اللجنه العامه في العريش، والحمد لله لحد دلوقتي مطمنين على العمليه الانتخابيه وعلى القضاة المتواجدين هناك. ممكن اسال سؤال صريح سياده المستشار؟ يعني الحادث الخاص بالعريش و يعني استهداف احد قضائنا، يعني قضاتنا، كان حادث له تداعيات سلبيه علينا كلنا بصراحه شديده، هل تلمست هذه التداعيات السلبيه لدى قطاعات من المستشارين والقضاة المشرفين على الانتخابات؟ بالعكس بالعكس، جميع القضاة اللي كانوا متواجدين في العريش اصروا ان هم يروحوا تاني للانتخابات في نفس المنطقه في العريش، والالاف الطلبات اللي قدمت سواء للجنه العليا للانتخابات او نادي القضاه، جميع القضاه كانوا عايزين يروحوا يشرفوا في على الانتخابات في العريش. فطبعا ده يعني احساس القضاه بالمسؤوليه الوطنيه الملقاه على عاتقهم، وباذن الله يتم الاستحقاق الثالث لخريطه الطريق المستقبل، ويعني نعدي الانتخابات ويبقى كده صوره مشرفه قدام العالم كله. إن شاء الله. المستشار محمد عبد صالح المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاء، شكرا لمشاركة حضرتك معنا. هنتكلم عن المرأة بس مش قادرة أخرج من النقطة الخاصة بالقضاء، مسألة التأمين الخاص بالقضاء الحقيقة، وده اللي كان ناس كثيرة بتقوله على مدى الأيام اللي فاتت، مش وقت العملية الانتخابية وما تقفل لجان يعني مسألة، وخاصة في مناطق حساسة زي شمال سيناء أو العريش أو هذه المناطق، الحس الأمني هنا بيقول ان تامين هؤلاء القضاة لابد ان يستمر حتى وصولهم بيوتهم، يعني المساله كانت تحمل تقدير غير جيد او غير احنا نسينا ان القضاء المصري مستهدف من الارهاب لاسباب عديده، دوره في ثوره 30 يونيو وما قبلها، هو اشرافهم على الانتخابات، دوره بعد 30 يونيو في مواجهه جرائم الارهاب، دوره في الاشراف على الانتخابات واكمال الخطوة الثالثة من خريطة المستقبل. احنا بنتكلم على شيء لابد نضع في اعتبارنا انه قضاة مصر من العناصر شديدة الأهمية للاستقرار في مصر، وبالتالي يجب التعامل معهم وفقا لهذا المنطق، ومش بس الانتخابات. معروف انه يعني حضرتك بتقولي منطقة شديدة الحساسية زي 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 العريش او سيناء، انا رأيي ان مصر كلها منطقة شديدة الأهمية، لأن أنت الإرهاب على حدودك الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، فمصر كلها شديدة الأهمية، لذلك لازم نغير ثقافة المواجهة الأمنية، ودي المشكلة الحقيقية. المشكلة مش في خطط المواجهة الأمنية، المشكلة في ثقافة المواجهة الأمنية، وأنا أقصد بكلمة ثقافة المواجهة الأمنية ثقافة الشخص الأمني نفسه وهو بيواجه الإرهاب. وإحنا واقفين في الشوارع في الأكمنة، احنا واقفين في لحظة خطر، فما يجوزش ابدا ان نتعامل معاها بمنطق ربنا يستر ونعمة بالله، ربنا يستر طبعا، بس ربنا المشكلة ناخد بالاسباب بالظبط يعني. كده بس المسألة ان احنا اصلا دي ثقافتنا كمصريين. لذلك ده اللي بيعطل شوية مسألة مكافحة الارهاب، شوية بيعطل. انا فاكر في السبعينات وفي الثمانينات لما كنا بنواجه، لما كانت مصر بتواجه الارهاب، خدنا فترة طويلة لحد ما الامن بقى ينزل يخش زراعات القصب زيه زي الارهابيين، عارف دروبها وممارساتها وبيعرف يخش منين ويخرج منين ويضرب ايه ويصطاد العنصر الارهابي من داخل زراعه القصب ازاي. خدنا وقت طويل على ما عملنا ده، دي ثقافه بتاخد وقت. احنا قعدنا فتره طويله من 97 يمكن حصل واقعتين تقريبا في 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 طابه وفي جنوب سيناء في العشريه الاولى 2003 2004 حاجه زي كده، لما قعدنا فتره طويله جدا ما بقاش فيه ثقافه المواجهه مع الارهاب، رجعنا لها تاني دلوقتي، اتنبهنا لها متاخرين بالمناسبه، بس معلش ما احنا شعب بيتعلم، انتخب الاخوان وتعلم فوقعهم مش مشكله شالهم، فاحنا بنتعلم، فهناخد وقت شويه عشان نرجع لحدوث ثقافه المواجهه الامنيه. انما على كل حال قضاة مصر من العناصر الأساسية والجوهرية في بناء الدولة المصرية، ويجب التنبه لحمايتهم سواء في انتخابات أو في غير انتخابات. طيب عايزة أدخل معاك لنقطة مهمة، هروح لمسألة المرأة والأقباط لأن دول مسائل مهمة جدا في تحليلنا، لكن عارف لما يكون ما فيش فيه روح كده للمسائل،
يعني انت قاعد بتغطي المرحله الثانيه في الانتخابات، قاعدين على الهوا، مفيش روح، مفيش، مش مهفهفه الانتخابات مش مهفهفه يعني مفيش تفاعل، تبدو الصوره هادئه. حتى لما تبص حضرتك على معدل الاخبار، ودي مهمه، معدل الاخبار الخاصه بالانتخابات من اجمالي الاخبار العامه في مصر، ما تلاقيش، وتلاقي ناس قاعده في حواراتها محدش واخد باله اصلا ان في مرحله اعاده. هل ده طبيعي؟ في زميل بيقول لي اعلامي بقى، سيبك بقى من حقوق الانسان ومن الانتخابات، نتكلم كاعلام، بيقول لي انتوا مهتمين بالانتخابات كده ليه؟ قلت له يا اخي ما هو لازم نهتم، ما هي دي اهتمامات الراي العام. قال لي لا مش اهتمامات الراي العام. قلت له لا، الدوله دلوقتي بتستكمل، دورنا ان احنا نوضح ده. بس خليني اقول لك حاجه يا استاذ رشا، وكنت بقول لك في الفاصل او يعني على جنب كده دلوقتي، انه من 2011 للنهارده عملنا 11 استحقاق انتخابي، تعبنا بقى، زهقنا بقى. يعني بجد 11 استحقاق انتخابي في 4 سنين. على فكره يعني احنا كمان كاعلاميين تعبنا. ايوه انا احنا كل يوم نغطي انتخابات. انا بقول لزمايلي النهارده انا مش طايق اجي، انا مش قادر، انا تعبت خلاص، ماليش نفس خلاص. نفس الكلام، نفس الضيوف، نفس الموضوعات، نفس العناوين، نفس المشاكل، خلاص. وبعدين احنا بنتكلم على 3 استحقاقات انتخابيه كل سنه، يعني استحقاق انتخابي كل 4 شهور. أمة إيه في العالم اللي تتحمل هذا الضغط العصبي والنفسي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي كل 3 شهور أو كل 4 شهور؟ عشان في الآخر وتخش خناقات سياسية واحتقان سياسي وجدل سياسي وقوانين انتخابات ونظم انتخابية ورشاوة ولا وده فلول الحزب الوطني، امسك إخوان مسلمين، الحق سلفيين. أنت قاعد تحت الضغط ده كل 4 شهور والوضع الاقتصادي عمال يتردى. الناس تروح الانتخابات ليه؟ ده زهقت، تعبت، الناس عايزة حاجة تانية. الناس عايزه نخش. عشان كده الامل ان انه المجلس ده، البرلمان ده، رضينا ما رضيناش لازم ننتبه بقى. كفايه تشويه في مؤسسات الدوله، فلنقبل الامور على عيوبها ولنصلح منها كده من الاخر. انما الاستمرار في تشويه مؤسسات الدوله واحباط الناس المستمر ده شيء في منتهى الخطوره، محدش عنده قدره خلاص انه يتحمل حاجه تانية. احنا بنتكلم على المال السياسي. يعني حاجة يعني مهتم بشان الاعلام واعلامي، تخلق اهتمام ازاي؟ يعني لما يكون مثلا احد اهدافنا احنا كاعلام مفترض انه هو يقوم بهذه المساله، فكره الحث على ضروره المشاركه السياسيه، على اثاره الوعي العام باهميه المسار السياسي، تخلق اهتمام لدى الناس ازاي في وسط هذا؟ ادي لك مثال صغير كده. وانا واحد من الناس اللي وقعوا في الخطا. هو مش ملاك يعني. ارجع بالذاكره شويه لمرحله التحضير للانتخابات. كلنا ركزنا على ايه؟ على خناقه قانون الانتخابات وخناقه النظام الانتخابي والخناقه بين الاحزاب والجماعات والقوائم والافراد والغيره. ومحدش فينا اهتم انه على التوازي من ده يجيب بتوع الاحزاب يشرحوا برامجهم ايه لو كان عندهم برامج، او يتناقشوا في افكارهم السياسيه ايه. كنا دايما نجيبهم ودايما، وانا بقول لك اهو، وده اعتراف علني على زي ما بيقولوا على رؤوس الاشهاد. هات لنا 2 النهارده، واحد مع وواحد ضد القانون الانتخابي. مفيش هات لنا 2 النهارده، واحد مع الدعم المادي، واحد مع الدعم المعنوي. نناقشهم، ايه المشكله؟ مفيش هات لنا 2 يقولوا لنا لما يخشوا البرلمان ازاي هيقدروا يضيقوا نسبه البطاله في من خلال الاجراءات الاقتصاديه. قضايا تبص الواقع أساسية. العام ما اهتمناش بده. عشان كده احنا ممكن نلعب الدور ده. بس احنا كمان انجرفنا في مناخ سياسي حاصل بقاله 4 سنين اسمه مناخ المواجهه والاحتقان والصراع. فخلينا اوكي ماشي ده حصل، خلينا نتكلم بقى ان احنا عندنا ليه نبدو استاذ حازم، اسف المقاطعه حضرتك، وده يعني انتقاد الذات ليس عيبا، يعني نبدو في بعض الاحيان ان احنا كمن يهدم بيتا ويجلس بجانبه، يعني بنعرف نهد البيت ونقعد جنبه، ما بنفكرش ازاي نبنيه. يعني فكره ان احنا كان عندنا مشكله واسقطنا نظامين وما الى ذلك، لكن ما فكرناش في كيف يبنى هذا البناء بشكل جيد. ما اسهل النقد. ما اسهل النقد. خليني اقول لك بكلامنا على الانتخابات. كلنا بنقول المال السياسي، وكلنا بنقول العزوف، وكلنا بنقول عوده فلول الحزب الوطني. طب انت عارفه يا استاذه رشا انه في المرحله الاولى 172 مرشح كانوا ينتموا للحزب الوطني سقطوا. واللي نجح 58 واحد. 58 من كام؟ 58 من 226 مقعد.
مش نسبة كبيرة كما كان. لا مش نسبة كبيرة، مش همسك فلول. طيب حزب النور نجح له 8 في المرحلة الأولى. كنا عمالين نقول امسك سلفيين، السلفيين هيورثوا الإخوان، حزب النور هيقول القانون ده هيرجع السلفيين، الحق الإخوان المسلمين. ما هوش كده. احنا يعني نحتاج لقليل من الهدوء والتأني والتفكير. بدل ما نقول نطلق المال السياسي، بدل ما نقول المال السياسي ندرس هل في فعلا مال سياسي ولا لا. ليه؟ عشان اجي في البرلمان الجاي ده على طول وهم بيعملوا قانون المفوضيه، اللي المفوضيه دايما بتاعت الانتخابات، نعرف ازاي نفرض رقابه صارمه على التمويل السياسي. لانك انت مستحيل تمنع التمويل السياسي، مستحيل تقول للراجل اعمال اقعد اشتغل في الاقتصاد ومش من حقك تتكلم في السياسه او يبقى لك دور سياسي. مستحيل، مش هتقدري. المهم ازاي ده مش مطلوب، يعني ده ما بيحصلش في اي مكان في العالم. يعني انت ازاي تفرضي رقابه صارمه على التمويل السياسي عشان ما تفسديش العمليه الانتخابيه؟ ده اللي احنا عاوزين نفكر فيه، اللي هو بدل ما نتناقش في البحث عن ابرز سلبيات الموضوع، نتناقش كيف نتجاوز سلبيات الموضوع وكيف نضع. طب انا عايز اطرح معاك مفهوم النهارده وارجو انك تساعدني في بعض الافكار الخاصه بي. عايزين نعمل انعاش كده في المجتمع للسياسه بشكل ايجابي، يعني حاله في حاله كده من الناس، مش هنطلق احكام عامه، ما نقدرش نقول، لان ما عندناش احصائيات وارقام بتقول. لما نقول نسبه المشاركه في المرحله الثانيه 29%، بالمناسبه هي نسبه لا باس بها، مش سيئه خالص يعني باي حال من الاحوال، لكن انت عايز تخلق في المجتمع حاله كده من، انا اسفه في التعبير، زي اللي بيرشوا ميه على وجه حد كده فيفوقوا يفوقه. عايزين المجتمع ده يشهد حاله من الانعاش السياسي. ايه تقصدي؟ ايه يعني؟ انا عايزه المجتمع يهتم بفكره المسار السياسي، بفكره حرصنا على بناء دوله ديمقراطيه حقيقيه، اهتمام بحريات وحقوق بشكل جيد جدا. ما يبقاش المساله ان كبر دماغك، ما كده كده خلاص بقى زهقنا، ما خلاص كفايه. طب زهقنا امال هنعمل ايه؟ شوفي بشكل سريع جدا وعاجل جدا، مفيش مجتمع كله بيشتغل سياسه. السياسه هي هم المواطن دائما، كل 5 سنين، كل 4 سنين، في وقت الانتخابات العامه. انا بتكلم السياسه العامه. ما انا جاي ما انا جاي. بيقولوا الانتخابات للناخب مش لحد تاني، لان دي المره الوحيده اللي كل فتره زمنيه يا عيني اللي بيقول رايه فيها. غلبان كل كام سنه. عشان كده بيقولوا الانتخابات للناخب مش لحد تاني. لا تعالي بقى للشان العام برضو في جملتين. عندنا مشكلتين، المشكله الاولى ان تعترف الاحزاب بقصورها وبمشاكلها الذاتيه. نمره 2 ان تعترف الدوله انه لا دوله بلا احزاب، وان الدوله عليها دور في ان تدعم الاحزاب. طب بس بالنتائج، بالنتائج يا استاذ حازم، بالمناسبه الاحزاب ناجحه. لما تقول لي ان الاحزاب واخده اكتر من 49%، يعني عندك حزب المصريين الاحرار وحزب مستقبل الوطن وحزب الوفد وحزب الاتحاد الشعب الجمهوري والنور، يعني عندك احزاب، مش ما عندكش نجاح له 2-3 والحريه نجاح له يعني اتنين. حتى دي بقى ماشي. بالمناسبه احنا كنا بنقول المقوله دي برضو من مقولات السبت، الاحزاب فشل. لا، بنتائج الانتخابات الاحزاب مش فشل، بس انت ما عندكش راي عام او قطاع عام في حيويه في المجتمع في المساله. عشان كده هي مش فاشله، عشان هي مش موجوده. هي فاشله لانها حتى الان زي كده. من الراسماليه المصريه فاشله حتى الان. الراسماليه المصريه فاشله حتى الان لانها عاجزه عن ان تقود قطار التنميه. حتى هذه اللحظه. الاحزاب المصريه فاشله حتى الان لانها عاجزه عن ان تقود المجتمع في القضايا العامه وفي القضايا السياسيه. في احزاب نجحت ونجح لها ناس جوه البرلمان، بس ما يجبش ابدا ان يبقى الاحزاب 104 حزب يجيبوا 48% او 47% من مقاعد البرلمان، والمستقلين اللي لا سند ليهم سوى نفوذهم الشخصي يجيبوا. بس هم مش 104 حزب، انت بتتكلم في الاخر على 5-6 احزاب بشكل واقعي. لا وانت هتلاقي في البرلمان حوالي 10 احزاب بالمناسبه، او 12 حزب على الاقل، ما بين مقعد ومقعدين وثلاث مقاعد الى اخره. انما يظل في النهايه الاحزاب حتى الان غير قادره على اقناع الناخب. ابسط دليل على كده ان مصلحه الوطن ومصلحه الاحزاب ان تجرى الانتخابات بنظام القائمه النسبيه الحزبيه. اوكي؟ لكن الواقع يرفض هذا تماما، والناخب المصري يرفض ده، وعايز النائب بتاعه اللي بيحل له مشاكله. اذا في مشكله، في جاب، في بون شاسع بين الاحزاب وبين المجتمع. الاحزاب لهم طموحاتهم ورؤاهم الصحيحه، لكن الواقع مخالف تماما ومغاير تماما لده. لان الاحزاب ما نجحتش انها تقيم عمل متراكم داخل المجتمع يتيح لها ان تصبح تعبير حقيقي عن الناخبين. صحيح. والناخبين يختاروا بشكل حقيقي. صحيح. لازم الاحزاب تعترف بالمشكله دي، بس الدوله كمان ده حتى الاحزاب لما خاضت الانتخابات ما خاضتش الانتخابات بكوادرها، لا باعضائها، دي جابت اعضاء جاهزين للحصول على مقعد ونزلت. ما تخليش اقول لك ان في احزاب
شكلت قوائمها ومرشحيها بمنطق، معاك الشارع ومعايا الفلوس. انت معاك اصوات الناخبين وانا معايا الفلوس، دي مش حقها اساسا. تعالى حديك الفلوس. لا طبعا. وانا رايي ان التكتلات اللي تمت بالشكل ده هتقابل مشاكل جوه البرلمان غير عاديه. الزميل اللي كان بيسال حضرتك او المواطن اللي كان بيسال حضرتك، انتوا مهتمين بالانتخابات؟ مهتمين بالانتخابات او في انتخابات يعني؟ هو رايه انه ما خلاص بقى. ايه خلاص بقى دي بقى؟ خلاص بقى، ما انت ما هو ما الانتخابات خلاص بقى، كفايه كده بقى. مش 24 ساعه، ساعه ساعتين وخلاص. نشوف بقى يعني. هو بصراحه كان بيتكلم في حاجه ثانيه خالص، هو عايز يتفرج على ماتشات كوره، اتفرج على افلامه، حاجات كده. مش عايز بقى يعني. ما هو طول النهار والليل عمال شايف انتخابات، شايف انتخابات، شايف انتخابات، وبقى له كام سنه؟ بقى له 4 سنين عايشين في الانتخابات. استاذه رشا ركزي كده، شوفي فعلا الاستحقاقات الانتخابيه اللي عملناها من 2011 للنهارده. لا هو حتى رئيس السيسي قال رئيس السيسي قال سالت وزير الداخليه، هم احنا رحنا كام استحقاق يعني؟ صرفنا عليها كام؟ كل عمليه انتخابيه من دول اتصرف عليها كام؟ بس انت ده كان مهم. ما هو انت كنت لازم توجد يعني مؤسسه زي البرلمان، مش موجوده بقالها سنوات. طبعاً. عودتها مساله في غايه الاهميه، من غيرها مفيش دوله. اذا كان بقول لك لازم الدوله تعترف انه بلا احزاب مفيش دوله، طبعا بلا برلمان مفيش دوله. وانا هفضل قاعد رئيس الجمهوريه عمال يصدر تشريعات، مين اللي بيحاسب مين؟ البرلمان الجديد في ناس كده عندها صوره اوليه عنه، خدتها كانطباع، وجود فلان وفلان وفلان نجحوا في البرلمان، ده ايه برلمان ده؟ بصي، المصريين اختاروا البرلمان ده. مين هم المصريين؟ اللي راحوا الانتخابات. لا، واللي ما راحوش. اللي راح مسؤول عن اللي جه، واللي ما راحش مسؤول عن اللي جه، واللي دعا للمقاطعه مسؤول عن اللي جه، واللي دعا للمشاركه مسؤول عن اللي جه. ولازم نعترف، واللي وضع قانون الانتخابات مسؤول عن اللي جه. ده اسمه خارج ايد المصريين. البرلمان ده خارج ايد المصريين، المصريين اللي جابوه. ما هو انت لما قلت للناس ما تروحوش، او انت لما ما رحتيش خليت دول يجوا، وانا لما رحت اخترت دول. محدش يقول انا مش مسؤول. كل واحد مسؤول بدرجه او باخرى في المشاركه. عشان كده ده برلمان خارج ايد المصريين، نتحمله ونساعده عشان نخرج من اللي احنا فيه. هل تعتقد حضرتك ان كنظره استباقيه يعني او استشرافيه لجلسات البرلمان القادم هتعمل نوع من الحيويه في الحياه السياسيه؟ شوفي، ما هقدرش ارجم بالغيب زي ما بقول او اضرب الوضع، بس خليني اقول لك انه زي ما في عناصر احنا حكمنا. أنا مرة كتبت مقالة عنوانها الحكم قبل المداولة. احنا حكمنا على البرلمان قبل ما نشوفه. صحيح. احنا من 3 أشهر صحيح بنقول إنه برلمان فاشل. صحيح. وإحنا مش عارفين مين اللي هينجح. صحيح. مش عارفين مين المرشحين. صحيح. وبعدين نقول مش عاوزين الوجوه القديمة، فلما تنزل وجوه جديدة نقول ده احنا مش عارفين الناس. في إيه؟ لا، والإحصائية الرقم اللي حضرتك بتقوله ده على فكرة ده رقم يا جماعة، ما ناخدش ما نطلقش أحكام. الرقم اللي الأستاذ حازم منير بيقوله رقم مهم جدا. أما بنقول مسألة عودة الحزب الوطني بنتكلم عن 58 عضو في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى. من 226. أوكي؟ طب إيه رأيك إن في، إيه رأيك إن في 146 شاب من 20 من 25 ل 45 سنة داخلين الإعادة في المرحلة؟ اديني بقى الأرقام الإيجابية دي ونكتبها على الشاشة يا جماعة، عشان الحاجات دي بحبها قوي، حاجات الشباب والمرأة. ما أنا بقول لك أصل إحنا عايشين كام بقى؟ اديني تاني يا أستاذ حسن. في المرحلة السنية من 25 ل 45 117 واحد داخلين إعادة على 222 مقعد. النجاح عندنا كام؟ آسف، على 213 مقعد. النجاح عندنا كام في نتاج المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى نجح 73 فردي و8 قوائم. أوكي؟ من في المرحلة السنية من 25 ل 45. طب خليني أقول لك حاجة. 81 بالظبط. ده رقم حلو قوي. أوكي؟ خليني أقول لك في المرحلة الثانية اللي إحنا فيها دلوقتي 117 واحد داخلين إعادة من 213 مقعد، عارفه بنسبه كام؟ 55% من الشباب. يعني 55% من اللي داخلين اعاده في المرحله دي في المرحله السنيه من 25 ل 45. نبطل ذبح في نفسنا. دي حاجات ايجابيه. ما بنقولش دول الشباب، انا ما بقولش الشباب، انا شخصيا رايي انه الشاب 40 سنه كويس خلاص خلص. 45 ده 45 ده امور طبيعيه جدا. وفي في في وعلى فكره بالمناسبه 45 كشاب مسيس ده رقم كبير. انت عارفه ان في نائب نجح في المرحله الاولى في اسكندريه طبيب عنده 26 سنه؟ يا سلام. ده هيقعد على فكره هتلاقيه قاعد على منصه المجلس في اول جلسه اصغر، يعني بيبقى اكبر الاعضاء سنه، وحاجات بالشكل ده هتلاقيه على 26 سنه.
عمرها ما حصل في تاريخ مصر، لان كنا دايما بنتكلم على 35 و30 المرشحين. عندنا 81، خلينا اقول الارقام دي عشان نكتبها على الشاشه، عندنا 81 شاب في المرحله العمريه من 25 ل 45 سنه نجحوا حتى الان في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه، و117 شاب بيعيدوا في المرحله الثانيه، وعندنا زي ما قال الاستاذ حازم المثل الايجابي للغايه، طبيب عنده 26 سنه يعني لسه بادئ حياته ما افتكرش انه اشتغل، ممكن يكون لسه طبيب امتياز يعني بس ما خدش الدكتوراه طبعا بالتاكيد يعني، لا لسه فلسه في بدايته يعني، عنده 26 سنه وقبطي وقبطي ونجح في اسكندريه مصري. فيعني بلاش يعني المراه نعيش، المرأة عندها مشكلة. المجتمع المرأة مطالبة الآن أن تخلق حالة الثقة بينها وبين المجتمع. الدولة عملت الدولة والله أنا ما بدافع عن الدولة، إنما الدولة عملت اللي عليها. 48% من عدد من نسبة مقاعد القايمة للمرأة. اللي هو عددهم في قوائم الناخبين 49%. إنما المجتمع انتخب خمسة بس. خمس نساء فقط فردي في المرحلة الأولى من 226 مرة. بس بالمناسبة هم نجحوا في دوائر شديدة وشديدة الصعوبة، مش دوائر عادية يعني. أنا برضو شايفة أن التجربة تحمل قدرا عاليا من التفاؤل. هم اللي بيدونا، هم اللي بيدونا الأمل ليه؟ لأنه دول نجحوا في دوائر لا يمكن تتخيل أن تنجح فيها مرأة. ده معناها أن في إمكانية، بس المهم النموذج. ما هو دايما ده اللي يتقال، لازم يبقى في نموذج قادر يقنع الناخب. ممكن أسألك سؤال أخير؟ توقعاتك اللي هيكون على رأس البرلمان؟ ربنا يستر. صعب قوي. صعب. احنا حرقنا خمس صفوف، ست صفوف في الاربع خمس سنين الاخيره. حرقناهم. ما عندناش حد. انا فرحان جدا لما الرئيس طلع قرار من يومين بالدكتور احمد درويش مسكه رئيس هيئه التنميه الجامعيه. دي كوادر، دي كفاءات. ما ينفعش ان احنا نرميها كده، ما ينفعش. مين هيجي رئيس برلمان؟ الله يكون في عونه. زي ما السيسي كده الله يكون في عونه، وما كنتش احب له يبقى رئيس جمهوريه. ما اعرفش مين الحجر رئيس برلمان اللي يكون في عونه. الدنيا صعبه قوي قوي. هيكون معين غالبا؟ لازم يكون معين. لازم. ما فيش، ما شفناش في الاسماء لحد دلوقتي. انا اسف، لا اقصد اساءه لاي حد، انما حتى هذه اللحظه ما فيش اسم شفناه كده في اللي نجحوا نقول ده ينفع او ده يروح او ده يجي. ما اعرفش. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حازم منير، نورتني النهارده، رئيس وحده الانتخابات السابق في المجلس القومي لحقوق الانسان. شكرا لمشاركه حضرتك معايا، وشكرا على الارقام. انا دايما بقول ان احنا لما بنطلق احكام عامه علينا ان نتمهل ونحن نطلق هذه الاحكام، لان المؤشرات على الارض ربما تحمل واقعا مختلفا. هروح لموجز الانباء مع زميلتي سلمى رستم، اتاخرنا عليها شويه بعتذر، وبعده هنعود للاستوديو التحليلي في مصر تقرر. شكرا للزميلة العزيزة رشا نبيل. أهلا بكم في موجز السابعة مساء من استوديو مصر تقرر. قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن عدد من صوتوا في الخارج بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لهذا العام حوالي 13,000 ناخبا حتى الآن. أضاف أن اللجنة تلقت 31 شكوى تتعلق معظمها بامتناع قضاة رؤساء اللجان الفرعية عن مساعدة الناخبين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى تتعلق باستعلام ناخبين عن مكار اللجان الانتخابية. وأوضح أن القضاء لن يخالفوا القانون ولن يقدموا أي مساعدة لأي ناخب إلا الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة فقط. هذا وأغلقت صناديق الاقتراع في كل من نيوزيلندا وأستراليا ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على أن تبدأ على الفور عمليات فرز الأصوات في اللجان الانتخابية وإرسال الفرز العددي أولاً بأول إلى اللجنة المعنية بانتخابات المصريين في الخارج، تمهيداً لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات المخولة بإعلان النتائج. ومن ناحيتها أكدت غرفة عمليات نادي القضاء أن عملية التصويت منتظمة في اللجان الانتخابية بالمحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وقال المستشار محمد عبد صالح المتحدث الرسمي لغرفة العمليات إن الغرفة تتواصل مع رؤساء اللجان العامة في المحافظات للاطمئنان على سير العمل وسلامة وأمن القضاء المشرفين على اللجان. وأضاف صالح أن الانتخابات في سيناء تسير بشكل طبيعي والقضاة يؤدون مهمتهم في الإشراف على اللجان هناك دون خوف.
ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان أن الوزارة أصدرت تقريراً بالحالات التي تم التعامل معها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً في مرحلة الإعادة من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث رصدت حالة إصابة واحدة بجانب 8 حالات مرضية في المحافظات الأخرى. كانت وزارة الصحة والسكان وضعت خطة لتأمين جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية من اليوم وحتى 4 ديسمبر المقبل، تطبق في محافظات المرحلة الثانية وهم 13 محافظة. هذا وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لهذا العام، وتجرى جولة الإعادة في 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم منح طلاب محافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية إجازة غدا أيضا لاستكمال العملية الانتخابية، وقد تم تسليم المدارس التي بها لجان انتخابية في محافظات المرحلة الثانية اليوم. انتهى موجزنا الإخباري، والآن عودة لاستوديو مصر تقرر مع الزميلة العزيزة رشا نبيل وضيوفها.